السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيكون معنا بعد قليل الإعلامي والناقد الرياضي السيد محمد الخراز لمناقشة إنجازات المنتخب الوطني المغربي بقطر 2022. السلام عليكم. أونفان وأخيرا أونفان سي وأخيرا أونفان سي محمد، مرحبا بك معنا. شكرا على الاستجابة للدعوة. تسمعني؟ أولا لا كنسمعك خمسة على مزيان. خمسة أخي، شو أخبارك؟ شكرا شكرا سي محمد، الحمد لله، بارك الله فيك. الامور ديالك مزيان، كل شيء بخير. الحمد لله الحمد لله يا أخي. الانجاز التاريخي للنخبه الوطنيه بالدوحه قطر 2022، خسرنا بنيس في النهايه ولكن خسرنا بشرف وراسنا مرفوع. لاول مره يمكن نقول اننا خسرنا بشرف وراسنا مرفوع هي في كاس العالم 2022 بقطر. اولا تفضل سي محمد. اولا نرحب بك خويا نزار، شرف كبير لي انا نكون معك. لنا الشرف خويا محمد. هذا تقريبا اكثر من اسبوع وحنا ننسق في هذا الحوار، ولكن نظرا لظروف صحيه ما خلاتنيش انا نكون حاضر معك اليوم. واجبنا الوطني وروحنا الوطنيه وسعادتنا وافتخارنا بما قام به المنتخب الوطني خلينا انه نكون حاضرين بطبيعه الحال اليوم، ونتحدث عن كل ما هي عن كل ما امور ايجابيه وقعت في مونديال قطر، مونديال الاستثنائي في دوله استثنائيه اللي اسمها دوله قطر، مونديال منظم بشكل كبير، مونديال في اول مونديال في دوله عربيه. ولعل المنتخب المغربي عرف بانه دائما سباق للانجازات، هو صاحب اول نقطه في المونديال سنه 1970، هو اول منتخب. ونرحب كل من يشاهدنا وكل من راح يشاهدنا بطبيعة الحال من خلال هذا الحوار. قلت المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي أكيد يتأهل إلى الدور الثمن النهائي. المنتخب المغربي اليوم من ثمن نهائي ما تكلمناش على ربع نهائي، نسينا كامرون، نسينا غانا، نسينا السنغال، سنغال ولكن مشينا لإنجاز إعجاز، والإعجاز ألا وهو اسمه دور نصف النهائي، بالأداء، بالرجولة، بالمثابرة، بالعمل الكبير قاده مدرب كبير، نقولها مدرب كبير. في الأول كنا نقول أنه عندنا مدرب جيد نظرا لما قام به مع الوداد، ولكن ما قام به وليد الركراكي بكل أمانة رفقة كتيبة الأسود الأطلس في هذا المونديال، خلينا نقول بأنه عندنا أفضل مدرب في القارة السمراء، عندنا مدرب اشتغل تابر تكون مشوار كروي كبير. كل هذه الأمور خلته أنه يكون يعني حديث الساعة من خلال ندواته الصحفية التي قام بها منذ أول مباراة إلى آخر، إلى الندوة الصحفية ما قبل الأخيرة، لأنه نعرف بأنه غدا راح تكون هناك ندوة صحفية، وبعد السبت بطبيعة الحال بعد المباراة راح تكون ندوة صحفية أخرى. أكيد. فبرافو على وليد وبرافو على المنتخب الوطني، ونرى إشارتك في أي سؤال خاص بهذا الحوار. أنا في نفس النطاق ديال وليد، فوليد بشرنا بأنه يكون مدرب كبير منذ توليه زمام أمور فريق الفتح الرياضي. أكيد ففاز بالبطولة مع فريق فاز بالبطولة مع فريق الفتح الرياضي لأول مرة في التاريخ. تيمشي تلعب تيمشي للضحية تفوز معهم بالبطولة، وتيجي الوداد تفوز معهم بالبطولة وعصبة الأبطال الإفريقية. فهذا الشيء ماشي ما جاش من فراغ. السيد عنده تكوين كبير في المجال ديال التدريب الرياضي، وهذا فكنتمنى دليل على أنه أنه هذا تفضل. دليل لو تسمح لي أخي نزار على أنه هذا الشخص عنده عقلية الفوز، هذا الشخص أينما ذهب يذهب من أجل الفوز، أينما ذهب يفوز، أينما ذهب يكتب تاريخ. الفتح الرباطي لم تفز بأي لقب منذ يعني مع تعاقب مجموعة من المدربين يعني في التاريخ، جاء يفوز في يعني بلقب امام نواد اكبر من الفتح الرباطي، نقول اكبر من الفتح الرباطي من ناحيه نوعيه اللاعبين، من ناحيه يعني القاب، من ناحيه التاريخ، مع كم احتراماتنا للفتح الرباطي، ولكن ياتي وليد الركراكي ويفوز. بعد ذلك شفناه مع الوداد البيضاوي ممنوع من الانتقالات، يقوم يفوز مع النادي الوداد البيضاوي بدوري ابطال افريقيا، بكاس يعني بالبطوله الوطنيه، ويلعب نهائي كاس العرش. فهذا دليل على انه بالعمل وبالمثابره، ومثل ما هو قالها حتى في الندوه الصحفيه، على انه ليست الخبره ولكن الكفاءه، لانه بالكفاءه ممكن انه تكون عندك خبره، مش ممكن نتكلم على الخبره
قبل ما تكون عندك الكفاءه. اليوم وليد الركراكي ما شاء الله اظهر كفاءته الكبيره رفقه يعني الطاقم الفني، ولله الحمد النتائج كانت كثير ايجابيه. ربما غابت علينا شويه تفاصيل صغيره، هذه التفاصيل تخلينا نكبر اكثر واكثر من خلال الكاس الافريقيه ومن خلال الاستحقاقات التي تنتظرنا، ولعل ابرزها كاس افريقيا بدايه سنه 2024 بالديار الايفواريه. نقدر نقولوا ان وليد الركراكي نبقاو ديما في وليد الركراكي حيث هو اصبح الان من ابرز المدربين على الصعيد العالمي. نقدروا ان وليد الركراكي انه كان محظوظ بانه اول فريق تيدرب اللي هو فريق الفتح الرياضي، وتعرفوا ان فريق الفتح الرياضي ديما من الفرق اللي ديما تتشجع المدرب المغربي وتتصبر على المدرب المغربي. فالفتح الرياضي سبق لي فاز مع عموته بكاس الاتحاد الافريقي، فالان مع جمال السلمي تحقق نتائج جيده لمصطفى الخلفي مجموعه المدربين اللي صبر عليهم الفتح الرياضي. واش كان وليد الركراكي محظوظ انه انطلاقه ديالو في عالم التدريب بدات في فريق الفتح الرياضي؟ نقولوا ما راحش نقولوا محدود، لانه المدرب الناجح ينجح اينما ذهب، ينجح من انطلاقا من استراتيجيه. ولكن نفهم من كلامك وربما نزكي كلامك في نقطه، على انه خيار وليد الركراكي يعني مع الفتح الرباطي كان خيار ذكي، كون ان الضغط لدى الفتح الرباطي وبعض من النوادي الاخرى ليس نفس الضغط الذي هو موجود لدى الوداد والرجاء والمغرب رادي الفاسي واتحاد طنجه والجيش الملكي ونهضة بركان منذ مجيء السيد فوزي الأقجع يعني على رأس تسيير هذا النادي إلى غير ذلك. ولكن هو شوف اليوم التدريب مثله مثل التسيير، مثله يعني يجب الخيار يكون مدروس يعني على احسن مستوى. لطالما شفنا في كره قدم مجموعه من المواهب الكبيره كانت ضحيه خياراتها الخاطئه. اليوم من مجموعه من الناس يتكلموا على، يلا خلينا نسمي الامور بمسمياتها، على واحد من اشرف بن شرقي او سفيان رحيمي او مجموعه من اللاعبين. انا نظن بانه هاد اللاعبين هم كانوا ضحيه خياراتهم اللي كانت خيارات ماديه اكثر منها هي خيارات فنيه، لانه لو كان الخيار فني وكان مثلا خيار في نادي من الدرجه الثانية، لما نقول درجة ثانية مش درجة ثانية يعني ناحية المستوى، لكن درجة ثانية في الدوري الفرنسي أو دوري إسباني أو دوري إيطالي، فبطبيعة الحال يزيد اللاعب يكبر فنيا وتكتيكيا وبدنيا ويكون له يعني نسبة أو احتمالية أو يعني نسبة كبيرة أنه يكون حاضر في المنتخب الوطني. اليوم أي مدرب يجي طبيعة الحال يفضل لاعب يلعب في الدوري الأوروبي في الدوريات الأوروبية، لأن التمارين في الدوريات الأوروبية تختلف على الدوريات الخليجية. رتم المباريات وضغط المباريات في الدوريات الأوروبية تختلف على الدوريات الأوروبية. فلذا وليد الركراكي خياره أنه يذهب إلى الفتح الرباطي كان خيار ذكي من ناحية قلة الضغط من ناحية هذا النادي، ولكن هو ما معروف عليه أنه هو اللي يخلق الضغط على نفسه من خلال رفع سقف الطموحات. فاز على الوداد، فاز على الرجاء، فاز على مجموعة من النوادي أنذاك، وفتوج باللقب بأداء ما يعرف خباياه وأسراره إلا وليد الركراكي. دونك بالامس الحظ لم يساعد الفريق الوطني في المرور الى المقابله النهائيه. كان هناك بكاء من المغاربه، فالناس طلع عليهم الدم حيث ما دزناش للفينال. فشيء غريب للكره الوطنيه اننا الناس طلع عليهم الدم حيث اننا ما دزناش للفينال ديال كاس العالم. شنو اللي خلى شوف نزار الفريق الوطني انه شنو الظروف او اللي خلات الوطني انه ما يفوش على الفريق الفرنسي بالامس؟ خليني نكون معك صريح. اولا ولا واحد فينا كان ينتظر على ان المنتخب الوطني يلعب نصف نهائي كاس عالم، كنا ننتظر في المونديال. طمعنا بعد مقابله بلجيكا بدينا سنطمعوا. لا لما نقول لك ولا واحد فينا كان ينتظر هذا الانجاز، لانه ربما الكل كان يتمنى اننا نحقق ما حققته غانا والكامرون والسنغال يعني 1990 2002 وسنة 2010. هذا يعني على أنه ولا واحد كان ينتظر هذا يعني على أنه حتى التحضير للدورة ما كانش تحضير على 7 مباريات. اليوم تقول لي البرتغال، تقول لي فرنسا، تقول لي إسبانيا، تقول لي ألمانيا اللي خرجت من الدور الأول، تحضيراتها كانت تحضيرات لسبع مباريات. لأنه على الورق دائما لما نتكلم على كأس عالم نتكلم على هولندا، على يعني على مجموعة من المنتخبات الكبيره اللي عندها تاريخ كبير. اليوم
نتكلم على منتخب عربي يلعب 7 مباريات، الأكيد بأنه كل منتخب عنده لو ساتور، يعني عنده ركائز أساسية في خط وسط الميدان، في الدفاع وحتى في الهجوم. الأكيد أنه أول عائق كان مع المنتخب الوطني المغربي هو الإرهاق البدني، لانه ريتم المباريات كبر اكثر واكثر. احنا مثلا اذا فرنسا لعبت امام منتخب استراليا من اضعف المنتخبات، ولعبت امام منتخب بولونيا من اضعف المنتخبات، واذا المنتخب الفرنسي لعب مباراه كبيره واحده الا وهي مباراه المنتخب الانجليزي في الدور الربع النهائي، فالمنتخب المغربي المقابله ديال تونس اكيد اكيد حتى هذا كان دور كبير، لانه لما رتح اللاعبين في المباراه الثالثه اعطى فرصه لبعض من اللاعبين، على غرار اللاعب اللي سجل الهدف الثاني مواني ولا واحد كان يعرفه، خدا فرصه خدا رتم المباريات وكان حاضر ولو كورقه بديله، ولكن على الاقل ولكن على الاقل يعني كان حاضر. انا نقول بانه رتم المباريات وصعوبة المباريات وصعوبة التحديات اللي قام بها المنتخب الوطني المغربي بداية من المباراة الأولى التي لعبت الساعة الواحدة بتوقيت الدوحة أمام المنتخب الكرواتي اللي هي الساعة 11 بتوقيت المغرب، مرورا بالمباراة الثانية أمام المنتخب البلجيكي اللي مباراة كانت تاريخية أنطولوجية لعب فيها المنتخب المغربي واحدة من أبرز المباريات فيها، انطلاقا بالمباراة المنتخب الإسباني اللي كانت مباراة كتير صعبة وكانت أثارها البدنية أصعب وأصعب 20 دقيقة 120 دقيقة 120 دقيقة تجري، 120 دقيقة تضحي، 120 دقيقة تنافس، 120 دقيقة تدافع على صاحبك وتكون يعني وتغطي على زميلك حتى تصل أنت وصديقك وحارسك ومدربك إلى الهدف يعني المنشود. بعد ذلك كانت مباراة أخرى أمام المنتخب البرتغالي، يعني لعبنا مباريات كبيرة، ربما شوية إصابات خاصة في خط الدفاع، خاصة ثنائية نايف أجرد ورومان سايس التي بدأت الدورة بشكل كبير، شفناها بعد ذلك أنها يعني الإصابات والإرهاق البدني كان لها دور، كان عائق كبير. مكره أخاك لا بطل لما تحط سيستم امام منتخب فرنسي عنده ديمبيلي وعنده امبابي وتحب تلعب بثلاث لاعبين في خط وسط الدفاع اللي كان خيار، لو نحلوا الخيار كخيار انا شخصيا واحد بخبرتي المتواضعه اقول انه خيار مثالي، لانه ما عندكش لاعبين، لانه ما عندكش لاعب، لان ديمبيلي واللاعب امبابي مش من نوعيه الاجنحه اللي يلعبوا مثل ما نقولوا احنا باللغه العاميه يعني اللغه يعني يلعبوا على الشرطه يعني على الخط، دائما ما يدخلوا في العمق حتى يعطيوا الاضافه العدديه لجيرو او لبنزيما او لاي مهاجم يكون لاعب. وليد اراد انه يعطي شويه حريه لاشرف حكيمي ولنصر المزراوي بالاستخدام يعني باستخدام ثلاث لاعبين الا وهما نيف اجرد وجواد يامق ورومان سايس. للاسف يجيك اصابه اولى قبل المباراه من طرف نيف اجرد، بعد ذلك خليك تدخل لاعب اخر يخلي لك يعني تغيير حتى في تمركز اللاعبين، جواد يامق اللي كان من المفروض انه يكون على الجهه اليمنى اصبح على الجهه اليسرى، اشرف داري على الجهه اليمنى. انا نظن بانه اشرف داري ولا مره لعب في خطه 3-5-2، لعبها امس قدم مباراه ممتازه حتى ولو انه امس من بين الامور التي نعيب عليها انا شخصيا اللي يعني فيما يخص عشاق النوادي المغربيه بصفه عامه مع كامل احتراماتي، هي اننا لما ندخلوا الشعبويه في هذا ودادي وهذا رجاوي وهذا من المغرب الثالثي وهذا، لانه اشرف داري كان لاعب للمنتخب الوطني وقدم مباراه ممتازه امام لاعب كبير اسمه كيليان مبابي، لما تكون وتمر بالفتره التي مر بها اشرف داري مع نادي بريست وانه ما لعبش اكثر من شهر او شهر ونصف ويكون يقدم تلك المباراه، فانا شخصيا نقول برافو برافو لاشرف وبرافو للتحضير الذهني لوليد الكريكي. اكيد وليد الكريكي من ابرز المدربين اظن في التحضير الذهني في المانجمنت، فلاول مره نشوفوا المنتخب المغربي يلعب بهذيك الروح القتاليه الروح الوطنيه، مساكن داروا كما قال وليد الكريكي داروا الماكسيموم، والشعب المغربي كله شاف هذا الشيء اللي دار المنتخب واللاعبين ديال المنتخب الوطني، رجوع ديال المرابط باش يمشي باش يحيد كره لمبابي، واحد الشكل جنوني اللي داكشي كبير اللي قدموا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ف
رجعوا للانجاز دائما فالمنتخب المغربي انجاز كبير وكبير وكبير بزاف. فلما تيشوف سي محمد الخراز شكون هذا الانجاز لما نحسبوه الدرجه الاولى؟ خلينا نقول لك نحسبوه لمنظومه كرويه، خلينا نقول لك اننا نحسبوه لاعطاء الرجل المناسب في المكان المناسب. لطالما تحدثنا على خيارات خاطئه من يعني من طرف الجامعه الملكيه لكره القدم، ولو كان ابرزها خيار فايدا للوتزيك وتعنت الجامعه الملكيه في الابقاء على فايدا للوتزيك، ولكن ما يحسب للجامعه الملكيه انها كانت واقعيه. ما راحش نقول انها مشت وراء يعني صوت الشعب، لانه تعيين وليد الركراكي لم ياتي من طرف الشعب، ولكن اتى من طرف عمل قام به ونتائج حققها ومشوار كروي كبير. الاكيد بانه التحليل المشاكل المنتخب الوطني خاصة منذ عهد فايدا للوتزيك، خاصة الانشقاق اللي كان ما بين المدرب واللاعبين، خاصة العشوائية اللي كانت في اختيارات اللاعبين على غرار، نعاود نقولها، وانا تعرفني نزار انني نسمي الامور بمسمياتها. انت تعرف مع فايدا للوتزيك كنا دائما لا نعرف التشكيلة الأساسية، أكيد انت تلعب امام في كأس افريقيا، ولا نعرف كده. وصلنا على انه نربح امام البوراندي او مش عارف المنتخب اللي فزنا عليه في الدور الثمن النهائي ونفرح، في الوقت اللي المغرب كمملكه مغربيه دوله العربي بن مبارك والهزاز واحمد أكيد فراس والدوزداكي أكيد والتيمومي، تيمومي يعني لازم لها انها تفرح لما تفوز على الجزائر وتفوز على تونس وتفوز على أكيد مصر وتفوز على الكاميرون وتفوز على غانا، يعني تفوز على المنتخبات فرق كبير الكبيره مش على منتخب ضعيف. اكثر من هذا، ونرحب خلينا على ذكر الجزائر نرحب بواحد من ابرز اللاعبين في الكره الجزائريه، صديقي واخي حسين عزيزا، نحييه مرحبا ومن معك خلاله أنا سي عزيز حسيني، مرحبا بك. ونحيي من خلاله كل الفئات العربيه التي نصرت المنتخب الوطني المغربي طيله المونديال. خلينا نقول لك بانه الانجاز يحسب للجامعه الملكيه، لانه عرفت بانه هناك منتخب، هناك جيل خليط ما بين لاعبين يعني تم انتاجهم من البطوله الوطنيه على غرار جواد يميق، بدر بانون، اشرف داري، على غرار تاغناوتي، على غرار بونو ابن الوداد نحبه ولا نكرهه حتى ولو انه كان ازداد في الديار كندا الكنديه، يحيى عطيه الله، حمد الله، الى غير ذلك. فارادوا يعني تم تعيين وليد الركراكي ذلك الخيار الذي يجمع ما بين لاعب وطني يعرف عقلية اللاعب الوطني، اشتغل في الدوري الوطني، كان مساعد مع المنتخب الوطني تحت قيادة راشد الطاوسي بطبيعة الحال، بالإضافة إلى ذلك رجوع اللاعبين الكبار نجومنا على غرار نصير مزراوي وعلى غرار حكيم زياش، والكلام السهل اللي كانت فيه روح وطنية من طرف وليد الركراكي إلى اللاعبين، كل هذه الأمور هي عوامل يعني جعلت هذا الإنجاز يبقى إنجاز تاريخي. فبرافو للجامعة الملكية، برافو للسيد فوزي لقجع الذي كان حاضر، ودائما ما يمتاز به فوزي لقجع نقولها بكل أمانة، أنا شخصيا ما نعرفش فوزي لقجع يعني شخصيا، وما نحبش أنني نعرفه حتى ما يفهمش كلامي يعني بطريقة سيئة، بشهادة الكل، بشهادة أطر فنية، بشهادة مسيرين وطنيين، وفوزي لقجع من نوعية المسير الذي يخلق جو نظيف لدى المنتخب الوطني المغربي. فوزي لقجع من نوعية المسير الذي يخلق الأمان للمدرب ويجعل المدرب يشتغل بكل أريحية ويكون هو الرجل يعني ذو القرار المناسب في الأمور الفنية. فبرافو للمنتخب الوطني وبرافو للجامعة الملكية، ولكن مش ممكن أنني نمر على هذه النقطة من دون أنني نوجه رسالة مهمة أخ نزار، أنه اليوم ما نتكلموش على جامعة ملكية مغربية أو عربية وخلاص، لكن نتكلم على واحدة من أربع جامعات كروية على الصعيد العالمي. اليوم هناك المنتخب الأرجنتيني، المنتخب الكرواتي، المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. خلينا نقول لك أنه ما وقع قبل مباراة المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الفرنسي لا يجب أن يمر مرور الكرام، لأنه إذا جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده
بإرادته يعني السياسية من أجل تطوير الكرة ومن أجل تطوير الرياضة داخل المملكة المغربية، إذا عمل ما عمل به من خلال اقتناء التذاكر بالتنسيق مع الجامعة الملكية وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة داخل دولة قطر، ولكن يجيوك بعض أشباه المسيرين في الجامعة وياخذوا التذاكر ويوزعوها على يعني على أفراد من عائلاتهم ويعاودوا يعني بيع التذاكر، فنظن بأنه عيب وعار سامحهم الله، لأنه اليوم التذاكر التي تم اشتراؤها كانت بالنسبة للجمهور، كانت بالنسبة إليك وإلي وأي شعب وأي مغربي كان يريد أن يشجع من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة، وليس أنها تكون لعائلة تذهب إلى فندق خمس نجوم، فندق يعني من الطراز العالي. الأشخاص هم أشخاص أصحاب مال، أصحاب تاريخ أسود في تسيير بعض من النوادي المغربية من دون ما نسميهم، ولكن مش ممكن أن تمر مرور الكرام، لأنه اليوم لازم لنا أننا نكبروا، لازم لنا أننا نساير هذا الإنجاز، مش لازم أننا يكون هناك فرق ما بين كل ما هو فني وكل ما هو تسييري. إذا السيد فوزي الأقجع عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعنده كل هذه المناصب ما شاء الله، فيجب على أنه الأشخاص اللي يكونوا معاه يكونوا بنفس عقليته بنفس لغته بنفس تفكيره، حتى دائما نمشي في كل ما هو إيجابي مثل ما ماشيين في كل ما هو إيجابي في الفوتسال، مثل ما هو مشينا في كل ما هو إيجابي في كرة القدم النسوية، أكيد مثل ما مشينا في كل ما هو إيجابي من ناحية النوادي المغربية على غرار نهضة بركان وعلى غرار بطبيعة الحال الوداد البيضاوي، في انتظار عودة نوادي أخرى على غرار الجيش الملكي والمغرب الفاسي أو الرجاء أو الوداد إلى غير ذلك. فارجع للموضوع ديال او نمشي معاك الموضوع اللي جبتي ديال كرة القدم النسوية او كرة القدم داخل القاعة. فما تظنش ان الانجاز اللي حقه سي مدرب المنتخب الوطني المغربي للفوتسال سي هشام بكيك ان الوصول الى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة انه حفز اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي وحفز حتى الركراكي على انهم ما نبقاوش نمشيو من اجل المشاركه ونمشيو اننا فقط ان نتاهلوا لكاس العالم ولعبوا الدور الاول ونخرجوا من الدور الاول ورجعوا وصافي. دونك ولا طموح ديالنا ولا كبير وكبير بزاف، سيرتو دابا فاش المغرب وصل نصف نهائي كاس العالم الضغط يولي على جميع الرياضات ماشي غير كره القدم. كانت البدايه كما قلنا بسي هشام بكيك، الفوز بجوج ديال كؤوس افريقيه، الفوز بكاس العرب، وصول الى ربع نهائي كاس العالم. فهاد الشيء كنظن وهاد المجهودات كاملين كما الا رجعنا للسي فوزي قشاع والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فهي وفرت الظروف المناسبه للمنتخبات الوطنيه. فاذا مشينا للمركب محمد السادس او مركز محمد السادس لكره القدم فان هشام دقيق من قبل كان كيوحل باش يلقى ستاج كما قال لهم في احدى الندوات الصحفيه باش يمشي يدير ستاج، فالان جميع الظروف مواتيه لعمل المنتخب الوطني حتى كره القدم الشاطئيه. الوصول الى نصف نهائيات كاس افريقيا في الموزمبيق فهو انجاز بالنسبه لكره القدم الشاطئيه. أكيد فقبل المنتخب الوطني المغربي والوصول ديالو الى ربع الى نصف نهائيات كاس العالم فحقنا مجموعه ديال، فكانت الوداد تتفوز بعصبه الابطال الافريقيه بركان، دونك حتى الفرق ساهمت في هذه الانجازات اللي عطتنا مجموعه ديال اللاعبين منهم داري منهم عطيه الله منهم يميح مجموعه من اللاعبين منهم تكناوتي اللي خلاو ان المنتخب الوطني يوصل لنصف نهائيات كاس العالم. فحتى شوف تفضل 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 نعم لا تفضل تفضل سيكون تفضل شوف نزار، خليني نقول لك بأنه ما قام به هشام دكيكي كانت رسالة لكل إطار وطني عنده كفاءة، لأنه يعني دائما ما نرجع لكلمة الكفاءة، لأنه يعني الخبرة تأتي مع الوقت، ولكن قبل ما تربح وقت وتدخل في غمار لازم أنه تكون عندك كفاءة. مش ممكن أنك تكون مش ممكن تعلق على برشلونة ريال مدريد وأنت ما عندكش كفاءة أنك تعلق في مباراة، مش ممكن أنك تعمل حوار مع أرسن فينجر ولا مع طارق دياب ولا مع يوهان كرويف ولا مع مورينيو ولا مع ديدي ديشون وأنت ما عندكش كفاءة وما عندكش باك جراوند. أوكي، اليوم ما قام به المدرب هشام دكيك في كرة القدم يعني داخل القاعة هو شيء كانت رسالة كثير مهمة، والأكيد بأنه هذه الرسالة تزامنت مع تواجد شخص مثل وليد الركراكي.
لانه اوكي هشام دكيك ثابر وناضل ومثل ما نقولوا احنا باللغه العاميه تكرفص، مثل ما نقولوا احنا باللغه العاميه يعني حتى وصل الى ذلك يعني الى ما وصل اليه، ولكن امن بقدراته. اليوم لما تكون عندك اكاديميه محمد السادس وما اعطته لك من لاعبين، اربع لاعبين اساسيين يعني لعبوا في التشكيله الاساسيه، طبيعه الحال ما انت كاطار وطني ما تكون الا مطمئن على انه اذا عندك الكفاءه تقدر على انه تقوم باشياء اخرى كثيره. انا نظن بانه ما قام به هشام تكيك لم يكن فقط محفز بالنسبه للاعبين المنتخب الوطني، لان اللاعبين المنتخب الوطني في حد ذاتهم عرفوا بانه هذا المونديال هو مونديال استثنائي، لانه تعرف بانه سنه 2026 ما راحش نكونوا في 32 منتخب ولكن راح نكونوا في 48 منتخب، ما راحش تكون في دوله واحده، راح يكون في ثلاث دول. يعني اليوم نتكلموا على دوله عربيه، نتكلموا على تذاكر كانت بقيمه 5000 درهم، كان مبلغ بالنسبه لي يلا خليني نقول لي مبلغ ممتاز، حتى بعض الدول العربيه ما قدروش انه يوفروا ولو الثمن التي وفرته الجامعه الملكيه من ناحيه تنقل الجماهير. تلعب امام 20,000 متفرج دائما في يعني في الملاعب، عندك لاعبين تشاهدهم في الاثنين وتشاهدهم في تشاهدهم يوم السبت، تشاهدهم يوم الاحد، تشاهدهم يوم الثلاثاء، تشاهدهم يوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا، عندك اكثر من 5 إلى 6 لاعبين تشاهدهم في دوري ابطال اوروبا، 4 5 لاعبين تشاهدهم في دوري الامم او دوري المؤتمر او دوري يعني الدوري الاوروبي، يعني عندك لاعبين يلعبوا في الهاي ليفل. يعني لما يكون عندك لاعبين في الهاي ليفل مع مدرب تكون بطريقه كبيره بطريقه فرنسيه 100%، ولعل قالها لما قال بانه ديدي ديشان فهم الدرس سنه 2018 وانه اليوم الكره هي فعاليه، هي ذكاء، هي طريقه التعامل بشكل ذكي مع الفريق الخصم، وليس انك تلعب ويعني وتنوع وتسيطر، لان السيطره هناك فريقين اثنين في كره القدم اللي عندهم ثقافه السيطره مع الفوز، هي برشلونه في عز ايام برشلونه ونادي اياكس امستردام في سنوات السبعينات او في بدايه التسعينيات مع لوي فانغال. اليوم الكره اصبحت نتائج، اليوم اصبح ذكاء، اصبح تعامل مع فريق الخصم، اصبح تعامل مع نقاط قوه ونقاط ضعف للفريق الخصم. واليوم ما شاء الله ما قام به وليد الركراكي اصبح درس، وسوف يدرس لدى مجموعه من المدربين طريقه تعامل مدرب عربي مع منتخبات كبيره، وكيف انه يشد من الـ يعني من الـ من الـ يعني المشاكل او الخطوره، سواء لدى بلجيكا بدو بروين بهازار او المنتخب الاسباني ببيدري بجابي بكل اللاعبين، وانتهاء بكريستيانو رونالدو والكتيبه البرتغالي. فسي محمد خرجنا ضعف بعض اللاعبين في المنتخب الوطني المغربي، واش تظن ان الصحافه المغربيه كان عندها تاثير في اختيارات ديال وليد الركراكي قبل الذهاب الى المونديال؟ شوف على ذكر الصحافة خليني نفتح قوس، وانت تعرفني انه احنا هنا مش باش ندافع على وليد الركراكي او على فوزي لقجع او، ولكن حتى نقول الامور بمسميات. للاسف انت تعرف بانه اعلامنا الوطني يعاني بشكل كبير من محدودية في المهنية بصفات عامة، فيه اللي تلقاه اعلامي ويخدم اجندة مدرب، فيه اللي تلقاه اعلامي ويخدم اجنده لاعب، مش عارف شنو اللي يوقع يعني وراء الستاره. خليني نوجه رساله، ربما ما راحش نذكر الاسم ولكن مش ممكن ان تمر مرور الكرام، لاحد الاعلاميين الذين اشتغلوا في كبريات يعني القنوات العالميه خاصه على الصعيد العربي. هذا الاعلامي الذي على الاقل كان عليه ان كان عليه انه يحترم يعني المحطات التي صال وجال فيها، لما نقولوا اوربيت الرياضيه او نقولوا بين سبورت او نقولوا يعني قناه ميديا، فهم قنوات كبار. لما هذا المدرب او هذا الاعلامي بدا منذ اول تربص للمنتخب الوطني المغربي يهاجم في وليد الركراكي
يقول بأن وليد الركراكس قد سقط إعلامية لما قال، وكنا نتذكر الندوة الصحفية الشهيرة لما دافع وليد الركراكي على يوسف مسالم نزيري، قال بأنه يوسف نزيري راح يكون معي في المونديال، حتى لو لم يسجل غدا راح يكون معي في المونديال. يأتي هذا الإعلامي الذي كان يمني النفس انه يكون مدرب اخر عوض وليد الركراكي، نقولها بكل امانه، ما راحش نذكر لا المدرب ولا الاعلامي، ولكن لما نقولوا اوربيت ونقولوا بين سبور فبطبيعه الحال الرساله واضحه. بدا يتحدث لا يجب ان يكون هناك عبد الرزاق حمد الله كمهاجم افضل من يوسف النصيري. شفنا يوسف النصيري والفرحه التي اعطاها للمغاربه سواء في مباراه المنتخب الكندي او حتى في المباراه امام المنتخب البرتغالي، او حتى كدوره كمدافع اول او كشخص اللي يخلق الفراغات لكل المهاجمين. من اعتقد انا لو كنت مكان هذا الاعلامي استحي من نفسي، لانه بعد ما كنت نحب انه وليد الركراكي ما يقدمش نتائج كبيره، هذا المدرب ياخذ بي الى الدور النصف النهائي، يحطني امام 4 منتخبات كبيره، اعتقد من المفروض انه يعني خلينا نقول لك يعتذر لوليد الركراكي ويعتذر ليوسف النصيري ويعترف بانه خياراته اللي كان يدافع عليها كانت خيارات خاطئه. لان اليوم، وهنا نرجع لسؤالك اخي نزار حول اللاعبين اللي كانوا في الكرسي الاحتياط، نحب ولا نكره هناك شويه اختلاف في المستوى ما بين اللاعبين اللي كانوا في الاساسيين واللي كانوا احتياطيين. ربما هنا في نعود الى ذلك التصريح الشهير اللي قام به امين حاريت قبل مباراته الشهيره ما بين مارسيليا وموناكو، نقول لو كان واحد مثل امين حاريت بخبرته بفنياته في بعض من المباريات كان قادر انه يعطينا الفارق، قدر الله ما شاء فعل. اللي كان في مكان وليد في اللي كان في مكان امين حاريت قام بالواجب وقام يعني وكان خير خلف لخير سلف. الأكيد بأنه الآن ما زلنا أكثر من سنة ونصف قبل أول استحقاق اللي هو الكأس الإفريقية، هي فرصة حتى أنه إطارنا الوطني المدرب الداهية المدرب وليد الركراكي يعني راح يشتغل بطبيعة الحال، وأنا كل ثقة في وليد فيما يخص هذه النقطة، راح يشتغل على هذه النقطة على إيجاد بدائل بنفس مستوى اللاعبين الأساسيين. أكيد راح تكون هناك تقييم، وراح يكون تقييم بعد المونديال، تقييم لكل ما هو إيجابي ولكل ما هو سلبي، حتى ولو أن الأمور الإيجابية كانت أكثر من هي سلبية، ولكن كنا ثقة في إطارنا الوطني، كنا ثقة في الطاقم المساعد له، كنا ثقة في الأسماء التي تشتغل معه في كل ما له علاقة بالتحليل الفني سكون أبيل سكاوتينج أو حتى الطاقم الطبي، لأن هذا الطاقم تم اختياره بطريقة علمية بطريقة الثقافة يعني الكروية، الثقافة الواحدة. وأنا صدقني وخليني نعطيك سر لأول مرة نقوله، بعد ما كان الحديث عن عادل رمزي كأنه راح يكون هو مساعد مدرب للسيد وليد الركراكي، صدقني انا استغربت وقلت بانه مش ممكن انه راح يكون مساعد. لماذا؟ لانه فرق كبير ما بين ثقافه هولنديه يعني تعتمد على الفرجه والمتعه والاستحواذ الى غير ذلك، وكره واقعيه يقوم بها وليد الركراكي، وحنا اليوم عرفنا بانه الكره الواقعيه هي التي لازم انها تكون حتى تفوز في المباريات الكبيره، مثل ما نتمنى ان شاء الله اننا نفوز في بدايه سنه 2024 اذا ربي طول في العون بالكاس الافريقيه، او على الاقل نكون ما بين المربع الذهبي، لانه تتعرف بانه دورات مثل كاس افريقيا وكاس عالم او كاس اوروبا تلعب دائما على تفاصيل صغيره، سواء كارت احمر، خطا من الحكم، خطا فردي من المدافع، هذه الامور تخرج من اطار المدرب. فالاكيد ان العمل ديال وليد الركراكي غادي يبدا من بعد كاس العالم، فما تعطاتش فرصه كبيره قبل كاس العالم، فقط شهرين ليجمع واحد المجموعه ديال اللاعبين ما بين ما هو محلي وما هو اوروبي، اللاعبين تيلعبوا في اوروبا. فالعمل ديال وليد الركراكي اكيد يبدا من بعد كاس العالم 2022. صحيح 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 صحيح، وحنا كلنا ثقه، وحنا وقالها وليد في ندوته الصحفيه، قال بانه المنتخب المغربي يجب ان يغير عقليته،
المنتخب المغربي مش لازم انه يفرح بدور ربع نهائي في كاس افريقيا او دور ثمن نهائي في كاس افريقيا ونبقاو نبعثوا على الاعذار. اليوم المنتخب المغربي يجب انه يقارع المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، لانه خليني فقط نرحب بواحد من ابرز وكلاء الاعمال في الدول العربية، وهو وكيل أعمال لقلب الأسد الكرة الجزائرية اللي هو جمال بن عمري السيد مجيد لقاطن في دولة إسبانيا، وللإشارة فهو جار للاعبنا الوطني عبد الصمد الزلزولي وعنده علاقة وطيدة بعبد الصمد الزلزولي. مجيد كلاسيكو حتى هو، خلينا نقول لك بين قوسين، خليني نقول لك بين قوسين، انا لما نشوف واحد مثل نزار كاعلامي او واحد مثل مجيد او مجموعه من الاسماء، العربي عنده كفاءه والعربي عنده موهبه والعربي عنده ذكاء، والعربي لما توفر له الارضيه يعني المريحه يشتغل ويبدع، وما شاء الله لما نشوفه ما يقوم به يعني كبار الاعلام وكبار المسيرين على الصعيد العالمي، ما هي الا رساله لكل مسؤول على انه يقوم بعمله بشكل ممتاز، لانه في شعوبنا العربيه عندنا مدربين كبار، عندنا جمال بالماضي، عندنا وليد الركراكي، عندنا حسام حسن، عندنا المعلم حسن شحاته ربي يطول في عمره، عندنا يعني مجموعه كبار، وحتى عندنا محللين كبار. اليوم لما ناخذ فقط مثال بيوسف شيبو ومشروع اكاديميه يوسف شيبو في قنيطره، مشروع انا شخصيا نقول بانه هذا الشخص ربما ما خداش توجه التدريب، ولكن على الاقل يجب اننا نستفيد منه كمسير، لانه لما تعمل اكاديميه وتنجح في الاكاديميه فبطبيعه الحال ما هذا الا دليل على انك انسان ناجح. هذا من اللاعبين القلال لانه فكروا في الرياضه وفكروا في كره القدم ومشاو وبنى اكاديميه في مدينته اللي انطلق منها اللي هي مدينه القنيطره والنادي القنيطري. فعلاش ما تنشوفوش لاعبين تيستثمروا في هاد الاكاديميات هادو؟ فقط يوسف شيبو الوحيد في المغرب اللي قام بهاد المبادره وانشاء اكاديميه بين القنيطره. لو ان كل اللاعبين انهم يفكروا بهاد العقليه وانهم يديروا اكاديميات في المدن ديالهم وفي هادي، فمنين تنشوفوا اكاديميه محمد السادس عطينا اربعه او خمسه اللاعبين وعطاتنا حتى 2018 عطاتنا واحد ثلاثه اللاعبين اللي كانوا في مونديال 2018، فعلاش ما يكونش التوجه ديال المستثمرين وديال هاد اللاعبين الكبار اللي دازوا في تاريخ كرة القدم الوطنية؟ علاش ما تنشوفوش شوف هذه ربما خص يكون مشروع من طرف الجامعه الملكيه بالتنسيق مع اللاعبين السابقين، تكون هناك اجتماعات من اجل معرفه الافكار، لانه اليوم اوكي مشروع يوسف شيب هو مشروع فردي، هو حلم، ربما كان حلم بالنسبه له. انا كان عندي معه حوار شخصي قبل سنتين من الان، قلت له هل هذا دليل على انك حاب انك تكون لما لا مشروع محمود خطيب جديد في الكره الوطنيه الى غير ذلك؟ فقال لي لانه كل واحد وخياراته، فيه اللي مشى للتحليل وفيه اللي مشى للتدريب وفيه اللي مشى للتسيير، ولكن على الاقل تكون مفيد للمنظومه وتكون مفيد للمجتمع. فمشروع يوسف شيبو كاكاديميه شيبو هو مشروع ناجع، وانا نقولها بانه مع ما وقع في دولة قطر يجب على أننا نستفيد من كل شخصية كروية، وهي فرصة ربما حتى نبعث رسالة أخرى للجامعة الملكية حول نقطة مهمة لازم ربما ما زالت غايبة علينا، ولازم أننا تكون، لأن اليوم لازم أننا نتفوق، اليوم يجب أن يكون عندنا دائما تميز يعني بالمقارنة بالشخصيات أو بالجامعات الأخرى أو بالدول الأخرى، هي ثقافة الاعتراف باللاعب السابق. نعاود نقولها بأنه لما تشوف أشباه مسيرين في الجامعة الملكية عندهم تذاكر وما يعرفوش بأنه مثلا في دولة قطر هناك لاعبين سابقين، لازم أن على الأقل ولو بمكالمة هاتفية، هل لازم لك تذكرة، هل لازم لك شيء من هذا كاعتراف لأنه هذا الشخص هو سفير للمملكة في قطر أو في إسبانيا أو في إيطاليا أو في أي دولة. فنظن بأنه اللاعبين السابقين يجب أننا دائما يتم تكريمهم سواء باستدعاءات في المباريات الوطنية، وحتى النوادي الوطنية من الآن يجب أننا نبدأ ثقافة اللاعب السابق، أنه دائما تكون هناك مكان مخصص يعني في الملاعب للاعب السابق بدعوة ممضية من طرف الرئيس
كاعتراف ولو صغير من طرف رئيس النادي لدى هذا اللاعب، انه مجهودك ومثابرتك لم تذهب هباء منثورا. اكيد فالاعتراف باللاعبين القدامى، وتنشوفوا اللاعبين ديال المنتخب ديال البرازيل الارجنتين كلهم كانوا حاضرين، لاعبين ديال فرنسا كلشي كان حاضر في الملاعب. فالمسيرين كما قلتي ففقدوا الشيء لا يعطيه، اظن ان المسيرين براسهم ما عارفينش ان عندنا لاعبين في قطر، وما عارفينش الاسماء ديال اللاعبين، وما عارفينش مجموعه ديال الامور، ففقد الشيء لا يعطيه. وخصنا هاد المسيرين هادو يكونوا الناس اللي او ما يكونوا دازوا في كره، يعرفوا كره. فلازلت امامنا فرصة للصعود للبوديوم في مقابلة الترتيب أمام المنتخب الكرواتي، فكما تيقولوا المغاربة باش صمنا باش نعيدو. فلعبنا لعبنا المقابلة الأولى مع المنتخب الكرواتي التعادل 0 لمثله، الآن في هذه المقابلة ما يمكنش يكون تعادل. ف شنو تيبان لك في المقابلة ديال الترتيب؟ أكيد أن المباراة راح تختلف بشكل كبير بالمقارنة بالمباراة الأولى، حتى أهمية المباراة، ربما أهمية المباراة بالنسبة إلينا إحنا كعرب وكمغاربة حتى نختم هذا المونديال اللي هو كله إيجابي، نعاود نقولها أهميتها كبيرة. ولكن نتمنى تتعرف بأن أن نختمه أقسم عليك قطعتك، نتمنى أن نختمه بفرحة، فرحة أكيد الفوز في مقابلة الترتيب، فرحة شوف عربية مهما إقليمية مش مغربية. شوف نزار مهما وقع أبطالنا يجب أن يتم استقبالهم استقبال الأبطال واستقبال أكيد. أبطال أكيد. العالم، مش فقط استقبال يعني أصحاب مرتبة أكيد. رابعة أو مرتبة أكيد. ثالثة. أكيد. ولكن أنا نظن بأنه المباراة يوم السبت راح تكون مختلفة، هي فرصة لبعض من اللاعبين حتى يظهروا إمكانياتهم، أكيد راح تعطى فرصة لإلياس شاعر، لأنس زروري، لما لا بلال خنوس، راح تعطى فرصة أخرى ربما ليحيى عطية الله حتى يكمل المونديال الممتاز اللي قام به منذ أول مباراة. الأكيد أنه وليد الآن راح يشتغل على الجانب الذهني، لأنه نعرف وشفنا أمس في أوجه اللاعبين أنه كانوا حابين أنهم يعطيوا حلم كبير للعرب ولإفريقيا أننا نلعب مباراة نهائية في اليوم العالمي أو في اليوم الوطني لدولة قطر اللي راح يكون يوم الأحد القادم 18 من هذا الشهر الساعة 4 بتوقيت المغرب. للأسف قدر الله ما شاء فعل، أنا نظن بأنه المباراة راح تكون مختلفة، ما راح تكون بتلك القوة، ما راح تكون بتلك الندية التكتيكية اللي شاهدناها في المباراة الأولى، ولكن مع الجماهير المغربية، مع ما شاهدناه أمس من لعب هجومي من مبادرات إلى غير ذلك، والأكيد بأنه كل اللاعبين كل الأسود الذين شاركوا في هذا المونديال راح يحاولوا أنهم ينهيوا مونديالهم بشكل ممتاز اللي هو مطلوب في النوادي، فبطبيعة الحال يحاول أنه يقدم مباراة أخرى كبيرة على غرار عز الدين أوناحي اللي كان عنده مشكل قبل المونديال، وأظهر بأنه خيارات المدربين في نواديهم كانت خاطئة على غرار حكيم زياش، راح يحاول على أنه يقدم مونديال كبير. هل راح يكون أشرف حكيمي أم لا؟ فبطبيعة الحال هذا أمر، هذا شيء آخر. أهم شيء نتمنى تكون ميدالية برونزية، لما لا حتى تكون ميدالية تاريخية. أنا قلتها في إحدى التصريحات بأنه إذا كأس العالم طرقت سنة 1930 فإنجازنا راح يتم الحديث عنه من هنا إلى 100 سنة قادمة، لأنه ولا واحد كان ينتظر أن تكون دولة عربية تلعب نصف نهائي كأس العالم. المنتخب المغربي كان سباق بإنجاز كبير مع مدرب تم تعيينه قبل مغربي 3 أشهر ومدرب عربي أعطى رسالة للمسيرين العرب، وأعطى رسالة أكيد. للأطر أكيد. العربية أكيد. بأنه أكيد. بالكفاءة نقدروا يعني نقارعوا الكبار حتى ولو كانوا من البرتغال أو البرازيل أو حتى أي دولة عالمية. في الوصول إلى المربع الذهبي نصف نهائي كأس العالم، فأظن أن مقابلة المغرب ضد فرنسا شاهدوها الملايير من المتابعين في جميع أنحاء العالم، تنشوفوا في المغرب ماشي فقط الناس اللي تتبع كرة القدم، شفنا النساء رجال أطفال شيوخ عيالات اللي ما عندهمش علاقة بالكرة، كل شيء ولا تتسنى المنتخب المغربي. هادشي شفناه ماشي غير في المغرب، شفناه في جميع أنحاء العالم، في فلسطين، في فرنسا، في عمان، في جميع أنحاء العالم، في تونس، في مصر. الفرحة الكبيرة اللي
خليني نعطيك معلومة مهمة، على أن مباراتنا أمس أمام المنتخب الفرنسي فاقت نسبة المشاهدة لمباراة فرنسا إيطاليا سنة 2006 أكيد على الصعيد المشاهدين الفرنسيين. يعني أمس مباراتنا حطمت الرقم القياسي من ناحية المشاهدة، هذا دليل على قيمة المباراة، وهذا دليل على قيمة التنافسية التي كانت ما بين أشرف حكيمي وكيليان مبابي بطبيعة الحال. والتعاطف الكبير اللي كان مع المنتخب الوطني المغربي من جميع انحاء العالم. كيفاش يمكن نستمروا هذا الانجاز التقدم بالكره المغربيه؟ شوف، سؤال كتير مهم كنت ننتظره منك بطبيعة الحال نزار. لما نقولوا 10 لاعبين من 26 لاعب هم من خريجي البطولة الفريق الوطنية، الوطني اكيد من لاعبين الوداد، لاعبين الرجاء إلى غير ذلك، هذا دليل، بالإضافة إلى أناحي ونصيري، أو أناحي بطبيعة الحال خريج أكاديمية محمد السادس، مثل نايف أكراد إلى غير ذلك، أو نايف أجرد. هذا دليل على أنه مع مدرب نزيه اسمه وليد الركراكي، على النوادي أنها تشتغل، على النوادي أنها تكون، على النوادي على أنها تعرف ما تستقدم. لأن يعني اليوم نوعية اللاعب في الرجاء وفي الوداد وفي الجيش الملكي وفي نهضة بركان ليست من عقلية فايدالي لودزيك، اللي قال في تصريح ما بأنه أنا لما نشاهد أشرف حكيمي وحكيم زياش يلعبوا كرة ونشوف اللاعبين المحليين نشوف فرق كبير. اليوم ما فيش فرق، اليوم ما قام بجواد يميق في مباراة المنتخب البرتغالي تبقى مباراة كبيرة، وما كان قاب قوسين أو أدنى أن يقوم به من ناحية ذلك الهدف الأسطوري الذي يعني صده يوغو لوريس، دليل على أنه البطولة الوطنية تعطي اللاعبين كبار. اليوم المغرب الفاسي عليها أنها تشتغل، اليوم الجيش الملكي عليها أنها تشتغل، اليوم النوادي الكبيرة اللي تلعب بكأس إفريقيا، كأس الكونفدرالية إفريقيا أو عصبة الأبطال، لازم أنها تعطينا يعني تعطينا اللاعبين. الوداد مثلما أعطتنا 3 أو 4 لاعبين لازم أنها تعطينا لاعبين آخرين، لأنه بالنزاهة اللي عرف عليها وليد الركراكي من ناحية خياراته، اللي يستحق واللي عنده الكفاءة دائما نعاود نقولها راح يكون في المنتخب الوطني المغربي. أكيد بعد أشهر قليلة موعدنا مع المونديال آخر، وهو مونديال السيدات. لأول مرة في التاريخ المنتخب الوطني المغربي سيلعب المونديال للسيدات. شنو الطموحات ديال أو الطموحات ديالنا كمغاربة؟ لما ممكن أن يقدم هذا المنتخب للكرة الوطنية مرة أخرى؟ نعاود نرجع للسيد فوزي لقجع وخياره بالنسبه لرينار بيدروس. انه شوف، اليوم انا تعرف تلك المقارنه البيزنطيه نتاع الشخصيه الاجنبيه والشخصيه الوطنيه، ولازم انه تعطى فرصه للوطني اكثر من الاجنبي. انا اقول انه لازم انه تعطي فرصه الذي عنده الكفاءه. رينار أكيد بيدروس لاعب كبير سابق في نادي ليون نونت، ولعب في نونت، نتكلم على مسيرته كلاعب قبل ما يكون في يعني كمدرب لنادي ليون الفرنسي ويفوز معهم بدوري ابطال اوروبا. أوروبا شفنا منتخب كبير وصل الى المباراه النهائيه امام المنتخب الجنوب الافريقي ونهزمنا بهدف مقابل صفر انذاك. اكيد مش لازم، ما راحش نقول باننا راح نذهب حتى نفوزوا بالمونديال، لانه انت راح تقارع الولايات المتحده الامريكيه اللي عندها افضل بطوله في الكره النسويه، عندك فرنسا بليون وباريس سان جيرمان، وعندك برشلونه يعني المنتخب الاسباني الى غير ذلك. ولكن ما يجب ان نطلب منهم وانهم ياخذوا كل ما هو ايجابي من مشاركه الرجال، لانه اليوم الرجال بامكانياتهم ولكن لعبوا بذكاء كبير، لعبوا يعني بروح وطنيه كبيره، وكانت النتيجه اننا حققنا نتائج كبيره. مش لازم اننا نحط عليهم ضغط، ولكن لازم ان اللاعبات والمدرب وكل الطاقم الفني يعرف بانه اليوم يلعبوا من اجل العلم المغربي، العلم الذي اصبح من بين 4 يعني المنتخبات على الصعيد العالمي في صنف الذكور. نتمنى لما لا انه يكون هناك مشروع في الكره النسويه، على الاقل مشاركه مشرفه هذه المره، مشاركه اخرى اكثر تشريفا في المره الثانيه، الى ان نضع يعني اسسنا في الكره النسويه مثلما وضعناها في الفوتسال ومثلما وضعناها في المنتخب الوطني للكبار في هذا المونديال الاستثنائي في دولة استثنائية.
فأكيد فكرة القدم النسوية الانطلاقة ديالها كانت هذه سنتان بتوفير الدعم المالي للفرق، توفير اللوجيستيك للفرق، فالآن تنشوفوا لاعبات اللي تتوفر لهم جميعا دي سالير ديالهم لا في القسم الوطني الأول ولا القسم الوطني الثاني. تنشوفوا فريق الجيش الملكي تيفوز بعصبة الأبطال الإفريقية، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تتأهل لكأس العالم، صحيح. المنتخب الوطني الكبير لكأس العالم. فكرة القدم النسوية هي جاية في الطريق إن شاء الله، وغادي تكون من هنا واحد أظن 10 سنوات ستكون هي تتلعب على المراتب الأولى في المونديال إن شاء الله. صحيح صحيح صحيح. غادي نختم معك سي محمد الخراز، اسمح لي طولت عليك في هذا لا لا اللقاء لا لا الممتع، في طبعا اللقاء الممتع. يا محمد، أتمنى أن تكون أن نكون يوم السبت مع موعد مع المنتخب الكرواتي، ولما لا الفوز بالرتبة الثالثة باش هذوك الوليدات او ما يجيبوا معاهم واحد الميداي اللي تبقى لهم ذكرى على مدى السنين. أكيد آخر أكيد كلمة سي أكيد. محمد الخراز. شوف، خلينا نشكر من خلالك صحيفة فجر سبور، ونشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة. شكرا شكرا لك أخ. الأكيد أننا استمتعنا بمونديال كبير، استمتعنا بأسود، استمتعنا بلاعبين كبار. الأكيد بأنه ما عشناه من حلم سوف لن ينسى، يعني لمدة كبيرة. ما هي إلا بداية لجيل كبير، لجيل راح يعطي كلمته بطبيعة الحال تحت قيادة إطارنا الوطني السيد وليد الركراكي، تحت قيادة مسؤولنا الأول يعني في المنظومة الكروية اللي هو السيد فوزي لقجع، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، الرياضي الأول داخل المملكة الذي دائما ما كان هو مساند يعني مساند أول للكرة الوطنية. نتمناه ميدالية اللي ما راحش تخلينا نسكتوا، ولكن على الأقل ميدالية اللي تخلينا بعد ذلك نبدأ في العمل والاشتغال على بعد سنة من أول استحقاق قاري اللي نتمناه. لأنه أنا دائما في مداخلة مع أحد الإعلاميين في دولة الجزائر الشقيقة، نقولها دولة الجزائر الشقيقة، لأنه دائما أكيد الرياضة دائما لو مثل ما تعرف أخي نزار، يعني تجمع ما تفرق بطبيعة الحال الاختلافات السياسية، نسميها اختلافات وليس شيء آخر. لما تكلم عن تجربة جمال بالماضي مع وليد ركراكي، أنا قلت له بأن اليوم لو نتكلم على تجربة، فالأكيد أن تجربة السنغال منذ سنة 2015 لما تم استخدام يعني اليو سي سي، خرج من الدور ربع النهائي سنة 2017 وواصل في مشروعه، خرج من الدور الأول في مونديال 2018 وواصل في مشروعه، انهزم في كأس إفريقيا سنة 2019 وواصل في مشروعه، وبطبيعة الحال جنى مشروعه سنة 2022 من خلال يعني كأس إفريقيا 2022 والمرور إلى الدور الثمانية. حتى ولو أنني دائما ما نقول بأنه جيل حاجي ديوف وهنري كامارا وساليف دياو يبقى أفضل بكثير من جيل ساديو ماني، ولكن على الأقل ما يحسب لهذا الجيل الأخير على أنه فاز بكأس إفريقيا الذي لم يفز بها الحاجي ديوف واللاعبين الآخرين. أنا نقول بأنه تمتعنا واستمتعنا وفخورين بأسودنا، نتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل، القادم يكون أفضل في مختلف الرياضات، القادم يكون أفضل في مختلف الميادين، لأنه دائما ما نفرح لما نشوف عالمنا يعني مرفرف في العلالي أمام كل دولنا، لأنه كل شخص يحب بلده أن تكون ناجحة، وكل شخص يحب الخير لبلدان الآخرين. إحنا ما شاء الله كمغاربة ما عندناش نفاق، نحب الخير لكل من يحب لنا الخير، وبطبيعة الحال من أزعجه يعني تفوق وتألق المنتخب الوطني فما عليه إلا أنه يحلل مشاكله ويقوم بما قام به المنتخب الوطني تحت قيادة وليد الركراكي. أخيرا نتمنى استقبال الأبطال للفريق الوطني عند الرجوع إلى بلده المغرب. استقبال يجب أن يكون استقبال كبير وكبير، وكأن المغرب فاز بكأس العالم. أكيد أن المنتخب المغربي في قلوبنا أنه فاز بكأس العالم، مش في قلوب مغاربة فقط، في قلوب العرب والأفارقة وجميع دول العالم، فكان تعاطف كبير وكبير بزاف. أتمنى أن يكون استقبال أقول تاريخي لأسود الأطلس، وتمنى من بعد أن دوك اللاعبين نشوفهم في أندية كبيرة وكبيرة بزاف، ويستاهلوا أنهم يكونوا في أندية كبيرة كبيرة بزاف. وليد مرابط،
مجموعه من اللاعبين، غاديش نقول اوناحي ياسين اوناحي، مجموعه من اللاعبين اللي قاموا باداء كبير في هذا المونديال هذا. نتمنى باش نزيدوا لقدام ان نشوف هذ اللاعبين في انديه كبيره وكبيره بزاف. ان شاء الله شكرا ان شاء الله. شكرا سي محمد الخراز على هذا المباشر، فنحن فخورين بانك تكون معنا على يا صفحه مرحبا، الفجر نراني ان شاء الله. السبور. شكرا جزيلا يا مرحبا واسمح لنا، يا مرحبا ونتمنى ان نلتقي في فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا. عن اشارتك في اي وقت بطبيعه الحال اخي نزار، وانت تعرف بانه نحترمك ونعزك، ودائما ما شكرا. نشاهد اعمالك، وانت ما شاء الله مثال للاعلاميين المحترمين الذين ربما كانوا من الافضل ان يكونوا في دوله قطر، لانه يبقى شويه في اي حز في نفسي لما نشوف اعلاميين في بلد المونديال، ولكن من دون اي عمل، من دون اي ابداع. الاعلام هو ابداع، الاعلام هو ابداع، هو ابتكار، هو جرأة، هي موهبة، مش فقط انك تمشي يعني من طرف الجامعة الملكية أو شيء من هذا. فاليوم لازم أن حتى إعلاميين يكبروا مع كبر المنتخب الوطني المغربي. أنا ربما لما نشوف ما كنا نشاهده في مونديال قطر، أنه في المملكة في مبارياتنا ما فيش إعلامي مغربي قدم استوديوهات تحليلية للمنتخب الوطني عبر قناة بي إن سبور، يحس في نفسي شخصيا، يحس في نفسي وإحنا للدولة اللي أعطتنا محمد عمور وسعيد زادوق وبدر الدين إدريسي ومجموعة كبيرة من الإعلاميين الكبار. أكيد لازم أنه هذه نقطة مهمة يجب أن يتم مناقشتها يعني في يعني في باقي الأيام، حتى نكبروا في مختلف الميادين بطبيعة الحال. ما راحش نزيد نطول عليك، نقول لك تصبح على خير، جمعة مباركة، ونتمنى أننا ما كناش ثقلنا عليكم بطبيعة الحال. بالعكس 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 بالعكس، مغرب بطبيعة الحال. هذا شرف لينا، شرف لينا نستقبلوا سي محمد الخباز. شكرا يا لك، مرحبا، ليلة سعيدة يا وجمعة مباركة إن شاء الله. يا مرحبا على أختك. شكرا بزاف، الله يخليك. شكرا شكرا أخي، شكرا مع السلامة.